انضموا الينا هاتفيا من باريس السيد نايف الخليفه الكاتب والباحث السياسي. سيد نايف اهلا وسهلا بك في القاهره الاخباريه. يعني هذه التظاهرات لا تزال مستمره منذ شهرين وحتى الان التظاهرات لا تزال مستمره، وصوت الشارع الفرنسي ربما سمعه بالفعل الرئيس الفرنسي وحكومته وحتى داخل البرلمان، بدليل ان اقرار القانون تم بعيدا عن البرلمان. بماذا تصف الحاله الفرنسيه سياسيا وميدانيا؟ اولا هناك تعنت من الحكومه الفرنسيه يعني باستجابه لطلبات شعبها، ويعني سبحان الله هذا يعكس ازدواجيه المعايير الغربيه الموجوده. يعني لو حدث هذا الموضوع في بلد عربي لراينا الخبر الاول في شاشات الاخبار، ولكن في حيحدث في فرنسا احنا تعودنا كما حدث مع سقراط الصفر. يعني تم تجاهل مطالب المحتجين، وهذا ازدواجيه الغرب. طيب يعني كما قلت أنا في البداية، الحكومة الفرنسية ربما قامت بإقرار هذا القانون طبقا للبند الثالث من مادة 49 التي يتيح للحكومة الفرنسية إقرار القوانين أو مشاريع القوانين بدون تصويت من البرلمان الفرنسي. هل لذلك دلالة؟ المعارضة تقول أن هذا إجراء غير ديمقراطي، برأيك هل لذلك دلالة ما؟ طبعا هو اجراء غير دستوري طبعا، ولكن اداره ماكرون يعني هي اداره استثنائيه واداره اصلاحيه تدعي انها، ويحق لها ما لا يحق لغيرها من الادارات. هذا ما يقوله ماكرون، ولكن في الواقع يعني هذه هي الاستبداد بالراي. نعم. يعني لماذا يعني تصف ذلك بانه استبداد للراي وهو قام بتطبيق احد مواد الدستور الفرنسي لم يخرج عليه؟ هو اجراء غير دستوري، هو اجراء غير دستوري، لان البرلمان هنا في فرنسا هو مصدر التشريع، فعدم الالتزام في الدستور ولوائح الدستور هذه الازدواجيه اللي عندها. طيب هل الاسبوع القادم سوف يقرر البرلمان مصير ومستقبل المستقبل السياسي لإليزابيث بورن والحكومة الفرنسية الحالية؟ هل يمكن أن نتوقع أنه بحلول يوم الثلاثاء القادم سوف تكون هناك حكومة فرنسية جديدة؟ هذا وارد ولكن يعني سنشاهد كيف ستجري الأمور، ولكن واضح أن الحكومة متعنتة وتتجه يعني لتفريق المتظاهرين واستخدام العنف معهم. هذا يعني الحكومة موقفها متعدد جدا. هل هناك خيارات أخرى، بدائل أخرى مع الحكومة الفرنسية للتعامل مع كل هذه الاحتجاجات؟ التراجع عن القرار، التراجع عن قرار رفع سن التقاعد، هذا سيلبي كثير. ألا يضعف موقفها السياسي؟ نعم، إذا حدث تراجع من قبل الرئيس ومن قبل الحكومة، ألا يضعف ذلك من موقف الحكومة السياسي؟ لا اعتقد ذلك. يعني ما ماكرون مستمر في بدايه فترته، ولكن ممكن يعني يتخذ قرار في وقت لاحق او باجراء دستوري صحيح بالرجوع للبرلمان. او بالتوافق مع اليمين الفرنسي. هناك عده حلول، ولكن يعني سنشاهد ماذا يحدث الاسبوع القادم. شكرا جزيلا سيد نايف الخليفه الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من باريس معلقا على هذه التظاهرات التي نراها الان على الهواء مباشره في جزء من هذه الصوره.